السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبنائي طلبة طالبات الصف الرابع الابتدائي، مرحبا بكم في يونت 1 ليسن 2، ودرس النهارده إن شاء الله حيكون عن الساينس. وإحنا درسنا في الفيديو السابق The Digestive System، الجهاز الهضمي، والنهاردة إن شاء الله حنتناول بالشرح Respiratory System، الجهاز التنفسي، وحنعرف مكونات الجهاز التنفسي، و حيكون في آخر الدرس إن شاء الله مجموعة من التطبيقات والتمارين على هذا الدرس. بس بأطلب منكم في البداية، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان توصلك الدروس الجديدة، وعمل اشتراك ومشاركة وإعجاب بالقناة وتعريف القناة لكل أصدقائك. هنا في البداية بيقول لي look and match the description to the words. انظر ووصل الوصف بالكلمات. أنا عندي هنا مجموعة من الكلمات وعندي وصف لكل كلمة، إحنا هنوصل الوصف بكل كلمة. قبل ما نبدأ في حل التمرين ده هنبدأ بشرح هذه الكلمات، ثم بعد ذلك نبدأ في حل هذا التمرين. نبدأ أولا بشرح الكلمات. أول كلمة pump بمعنى يضخ، والوصف بتاعها to move quickly from one place to another، يتحرك من مكان لآخر. For example، نأخذ مثال the heart pumps blood around the body. أخذنا المثال ده في الصف الثالث الابتدائي، القلب بيضخ الدم حول الجسد أو الجسم. الكلمة اللي بعد كده nose أي بمعنى أنف. This is in the center of the face، بيقول لي هذا الجزء من الجسم بيكون موجود في منتصف الوجه. lungs الرئتين. we have two of these they are inside the body، نحن نمتلك اثنين من هذا العضو وهم موجودين داخل الجسم. these are the lungs، هذه هي الرئتين. انا عندي left lung و right lung. diaphragm وهو الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز ده عبارة This is a muscle under the lungs، أهو diaphragm موجود في هذا الجزء، بكون تحت الرئتين. breathe بمعنى يتنفس. to take in oxygen and give out carbon dioxide، التنفس وهو عبارة عن يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. for example he breathed deeply before speaking again، هو تنفس بعمق قبل أن يتحدث ثانية. نبدأ في حل التمرين. pump بالتالي كده أصبح الموضوع سهل وبسيط. pump أي بمعنى to move quickly from one place to another. nose this is in the center of the face. lungs we have two of these they are inside the body. diaphragm this is a muscle under the lungs. breathe بمعنى يتنفس. to take in oxygen and give out carbon dioxide. did you know هل تعلم، هنا معلومة عامة. in our bodies the right lung is larger than the left lung، هنا بيقول لي ان الرئة اليمنى بتكون اكبر من الرئة اليسرى. ومعلومة اضافية، الرئة اليمنى تتكون من ثلاثة اجزاء او ثلاثة فصوص، والرئة اليسرى تتكون من جزئين أو فصين. وحنبدأ قبل ما نتعمق أكثر في هذا الفيديو في هذا الدرس أخذ الكلمات ومعرفة معناها وكيفية استخدامها. نبدأ أولا ب mouth، هنا TH شبه حرف الساء. this is the mouth ده الفم. stomach المعدة، أخذنا هذه الكلمة في الفيديو السابق. liver الكبد، برضو أخذنا هذه الكلمة في الفيديو السابق. fats بمعنى الدهون، وهي الزيوت أو السمنة اللي بنسميها fats أو دهون. taken بمعنى يمتص. for example fish taken oxygen through their gills، الأسماك بتستنشق الأكسجين من خلال الخياشيم. center مركز أو منتصف. For example there is a table in the center of the room. blood أي بمعنى دم، وهو السائل الأحمر اللي بيبقى متواجد داخل جسم الإنسان. waste أي بمعنى
فضلات. For example, I hate to see good food go to waste. أنا أكره أني أرى الطعام الجيد بيذهب إلى الفضلات. وبعد انتهاء عملية الهضم أيضا الإنسان بيقوم بإخراج الفضلات. Teeth أي بمعنى أسنان. Mix بمعنى يختلط. For example, oil and water don't mix. الماء والزيت لا يختلط. Liquid أي بمعنى سائل. For example, the water is liquid. الماء بيكون سائل. Oxygen الأكسجين. For example, oxygen is a gas that is present in air and water and is necessary for people, animals and plants to live. الأكسجين هو عبارة عن غاز، مادة غازية موجودة في الهواء وموجودة في الماء أيضا، وهي ضرورية للإنسان أو للناس وللحيوانات وللنباتات لكي تعيش وتحيا. Face أي بمعنى وجه. This is the face. Heart أي بمعنى قلب. This is the heart. Arrive بمعنى يصل. For example, I'll wait until they arrive. أنا سأنتظر حتى يصلوا. Change بمعنى يغير. For example, her life changed completely. حياتها تغيرت تماما. Energy بمعنى طاقة. She is always full of energy. هي دائما مليئة بالطاقة. Give out بمعنى يوزع. The teacher give out the exam papers. معلم قام بتوزيع أوراق الامتحان. Inside بمعنى داخل. For example, go inside the house. اذهب إلى داخل المنزل. Push بمعنى يدفع. You push and I'll pull. أنت ستدفع وأنا سأسحب. يبقى هنا push بمعنى يدفع، pull بمعنى يسحب. الكلمتين دول عكس بعض. Carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون. For example, a gas breathed out by people and animals. هو عبارة عن غاز يتم زفيره بواسطة الناس وحيوانات في عملية الزفير. عملية الشهيق اللي هي استنشاق الهواء، وعملية الزفير اللي هي إخراج الهواء إلى خارج الجسم. Air بمعنى هواء. Let's go out for some fresh air. هيا نخرج لنستنشق بعض الهواء النقي. Through أي بمعنى خلال. The cat got into through the window. القطة دخلت من خلال الشباك. Plenty of الكثير من. Plenty of eggs كثير من البيض. Stay away from. For example, stay away from me. ابقى بعيدا عني. Go down بمعنى ينخفض أو ينزل. أخذنا الكلمتين دول في درس السابق. Pull into يسحب إلى الداخل. Exercise بمعنى يتمرن. For example, swimming is good exercise. Move up يرفع لأعلى. Muscle بمعنى عضلة. والجسم بيكون مليء بالعضلات like this. Around بمعنى حول. He walked around the house. هو تجول أو مشى حول المنزل. Smoke بمعنى دخان. This is the smoke. Put in يضع في. For example, he puts his book in the bag. هو وضع كتابه في الحقيبة. نبدأ بشرح respiratory system. Read the text and put the sentences in the correct order. اقرأ النص. نقرأ هذا النص مع بعض. ثم ضع الجمل في الترتيب الصحيح. أنا حنقوم بترتيب هذه الجمل. نبدأ أولا بشرح القطعة. Our respiratory system. الجهاز التنفسي. The respiratory system. الجهاز التنفسي يتكون من nose الأنف، trachea القصبة الهوائية، و lungs الرئتين. أنا عندي right lung و left lung الرئة اليسرى واليمنى، diaphragm والحجاب الحاجز. وسنتعرف على آلية وطريقة عملية التنفس وكيف تحدث عملية التنفس. Our respiratory system. We use our respiratory system when we breathe. نحن نستخدم الجهاز التنفسي عندما we breathe عندما نتنفس. Breathe أي بمعنى يتنفس. We need oxygen. نحن نحتاج إلى الأكسجين in our bodies في أجسادنا.
وبريذ إن بنقوم باستنشاق أي بأخذ الهواء إلى الداخل through our mouth من خلال الفم and the nose والأنف. Our diaphragm والحجاب الحاجز goes down بينزل إلى تحت. It pulls air into our lungs بيقوم بسحب الهواء إلى رئتينا. Lungs أي بمعنى الرئتين. In the lungs في الرئتين the oxygen from the air goes into our blood في الرئتين الأكسجين من الهواء يذهب أو يدخل إلى الجسد. Our heart قلبنا يقوم ب pumps this blood around our body يقوم بضخ الجسد إلى داخل أجسامنا. The diaphragm goes up it pushes air with carbon dioxide الحجاب الحاجز يصعد إلى أعلى. It عائد عن هنا الحجاب الحاجز يقوم بدفع الهواء بمحملا بثاني أكسيد الكربون إلى خارج الرئتين. We breathe out ونقوم بعملية الزفير أو إخراج الهواء. بعد ما قمنا بشرح القطعة نبدأ في ترتيب هذه الجمل. أول جملة We breathe through our mouth or nose نحن نتنفس أو نستنشق الهواء من خلال الفم أو الأنف. ثم بعد ذلك the diaphragm goes down يبدأ الحجاب الحاجز بالنزول أو بالهبوط إلى أسفل. ثم بعد ذلك the diaphragm pulls the air into our lungs الحجاب الحاجز يبدأ بسحب الهواء إلى رئتينا. ثم بعد ذلك when the air arrives in our lungs عندما الهواء يصل إلى الرئتين the oxygen goes into our blood الأكسجين بينتقل goes into ينتقل إلى الدم. The heart pushes the blood around our body القلب يقوم بدفع الدم حول الجسد. بعد ذلك the diaphragm moves up and pushes the air out of our body الحجاب الحاجز يقوم بالتحرك إلى أعلى ويدفع الهواء خارج الجسد في عملية بنسميها عملية الزفير وهي إخراج الهواء خارج الرئتين. بعد ما أنهينا هذه القطعة وحل التمرين ده ننتقل إلى another activity. How can we have a healthy respiratory system كيف نستطيع أن نمتلك جهاز تنفسي صحي. Look and match أنا عندي هنا مجموعة من الصور ومجموعة من الجمل. Number one Stay away from smoke ابتعد عن التدخين. هنا الصورة المعبرة عن هذه الجملة اللي هي number D. Number two Exercise تمرن أو أداء التمرين الصورة المعبرة اللي هي number C. Number three Put plants in your house ضع النباتات في منزلك والصورة المعبرة اللي هي number B. Number four Drink plenty of water شرب كثير من الماء اللي هي number A. Activities on lesson 2 Underline the correct words in brackets ضع خطا تحت الكلمة الصحيحة. هناخد تطبيقات وتمارين على هذا الدرس. Number one I like eating, feeding, running, rice أنا أحب أكل ولا إطعام ولا جري الأرز طبعا أنا أحب eating أكل الأرز. Number two Egypt is sea country drink مصر هي بحر ولا بلد ولا مشروب طبعا Egypt is a country. Number three Breakfast is my favorite الإفطار هو Sport meal subject هل هو مادة المفضلة ولا وجبات المفضلة ولا رياضة المفضلة. Breakfast اللي هي واحد من الثلاث وجبات اللي هو breakfast lunch ودينر طبعا breakfast هو عبارة عن meal وجبة. Number four I come out ولا come in ولا come from Egypt أنا من from Egypt أنا من مصر. Let's هنا دائما let's بيأتي وراها الفعل في المصدر. هنا eat الفعل في المصدر eat تصريف التاني eating اللي هو الفعل زائد ing طبعا let's eat هيا نأكل. Number six the food in our mouth mixes ولا flies ولا plays with a special liquid الطعام في أفواهنا بيختلط ولا بيطير ولا بيلعب بسوائل خاصة طبعا mixes بيختلط بسوائل خاصة. Number seven we need the نحن نحتاج إلى glass sand energy and nutrients in our body nutrients اللي هي المواد الغذائية أو العناصر الغذائية إحنا بنحتاج إلى
energy طاقة وعناصر غذائية في أجسامنا. Number 8 food moves from the stomach to the intestine الطعام بينتقل من المعدة الجزء اللي في الجهاز الهضمي الثاني اللي بعد المعدة اللي هو the small intestine اللي هو الأمعاء الرفيعة أو الأمعاء الدقيقة. Number 9 stay away from امكس أو ابقى بعيدا عن smoke ولا oxygen ولا nutrients طبعا ابقى بعيدا عن smoke التدخين. Number 10 our heart pumps القلب بيضخ fats ولا food ولا blood around our body طبعا blood بيضخ الدم حول أجسادنا. ناخد تمرين بطريقة تانية rearrange أعد ترتيب. هنا أنا عندي كلمة special خاص mom أمي made يصنع food طعام for من أجل us و some أي بمعنى بعض. mom made some special food for us أمي صنعت بعض الطعام الخاص لنا. وإحنا الجملة دي أخذناها في الحوار اللي دار بين mom and Majid في الفيديو السابق. rice grow Egypt in we هنا هنبدأ بالفاعل we ثم الفعل grow نحن نزرع. نزرع إيه؟ بنزرع الأرز طبعا in Egypt. we grow نحن نزرع rice in Egypt. ما ننساش capital letter بداية الجملة والperiod في نهاية الجملة. Number 3 many produce Egyptian farmers things تبدأ ب Egyptian farmers الفلاحون المصريون. يأتي بعد الفاعل الفعل produce ينتج أشياء كثيرة يبقى Egyptian farmers produce many things. أبدأ ب capital letter والperiod في نهاية الجملة. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الشرح عجبكم. يريد ما تنسوش عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل إعجاب وإخبار أصدقائك بالقناة. وألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.